سمك يا عبد الرحمن. سمك سمك. انا اسمي ابو ايوب. سمك سمك. حياك الله يا يعقوب. وانت في وادي المهر في شارع المنصور، ماذا رايت في الطريق؟ كيف حالة الخدمة؟ وهي كانت اصعب من ما يكون. أيوة. الان ونطلب من فاعلين الخير ومن كل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للتعاون. أيوة. شق الطريق واستكماله. الخط شريان حياة للبلاد كلها، المنطقة، ابناء اليمن يعبروا من هذا المكان كله، يعتبر هو شريان حياة الرابط ما بين 3 أو 4 محافظات. لا والله 10 الذي سيربط يعني المنطقة. من هنا عدن، أبين، لاحق، الضالع، شبوة، المكلا، المهرة. المهرة نعم. كمل. وهو سيكون هذا الشريان الأول في مديرية مصاب العالي، والذي إن شاء الله ستأتي بعده كل المشاريع التكميلية للمنطقة. ونأمل من أبناء وصاب وال كل الدول المانعة والصديقة للتعاون معنا ومساعدتنا لإكمال وإنجاح هذا المشروع، لكنه هو ألهام. هذا مشروع ذاتي، مشروع محلي، قدموا فيها الأطفال والنساء والرجال والتجار والمواطن، قدم التراب، كل من ضحي بما لديه. إذن الآن ينقصنا في بعض التجار لم يظهروا حتى الآن. نريدهم التجار الذين يساهموا.